محمد، لماذا اقتحمت الغرفة وأنا وسط اجتماع عن بعد؟ أنا آسف يا خالد، لم أكن أعرف أنك في اجتماع. لقد أعطيته فكرة عن الاجتماعات عن بعد، لكنه يود أن يعرف ما إذا كانت هذه الاجتماعات آمنة. نعم، أود ذلك. نعم، إنها آمنة إذا التزمنا بالإجراءات والممارسات السليمة التي تضمن لنا أفضل النتائج، لأن علينا دائماً مشاركة المعلومات بحذر والانتباه إلى المصاعب المحتملة مثل اختلاف اللغات وتنوع الثقافات، ليس في الاجتماعات فحسب وإنما في كل ما نشاركه عبر الشبكة. ما هي هذه الإجراءات؟ أولاً، عليكم استخدام اللغة المناسبة، لأن الأخطاء الإملائية واللهجة العامية والجمل المختلطة قد تنعكس عليك سلباً. ثانياً، تجنب كتابة النصوص الإنجليزية بالأحرف الكبيرة، لأن هذا يعتبر نوعاً من الفظاظة. ثالثاً، احترام التنوع الثقافي، لأن من المعيب التقليل من احترام الآخرين. رابعاً، لا تشارك معلوماتك الشخصية مع الغرباء، وهذا من أجل حمايتك من عمليات الاحتيال أو الابتزاز. نسيت شيئاً يا خالد. ما هو يا فاطمة؟ علينا ألا نقتحم غرف الآخرين أثناء اجتماعاتهم المهنية عبر الإنترنت مثل ما فعل محمد. هذا بديهي. حسناً، في المرة القادمة سأطرق الباب أولاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل استفدتم من معلومات اليوم؟ فلنرى ماذا تعلمنا. الاجتماعات ومشاركة المعلومات عبر الإنترنت آمنة إذا التزمنا بالإجراءات والممارسات السليمة التي تضمن لنا أفضل النتائج. علينا دائماً مشاركة المعلومات بحذر والانتباه إلى المصاعب المحتملة مثل اختلاف اللغات وتنوع الثقافات. علينا ألا نشارك معلوماتنا الشخصية مع الغرباء لكي نحمي أنفسنا من عمليات الاحتيال أو الابتزاز. ابقوا آمنين. إلى اللقاء.